السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، عدت لكم في شرح جديد نقدم لكم فقط وحصريا على قناة سلسلة لقاء مع الموجه. كما تابعتم معنا أصدقائي، فاحنا حطينا مجموعة ديال الفيديوهات اللي غادي تفيدكم وغادي تستفدوا منها الشيء الكثير بخصوص التسجيل في الجامعات المغربية، بخصوص كذلك واحد لا فيديو درتو على الناس اللي ما تعرفوش سعيد عبي والناس اللي ما كيعرفوش كيف جات الفكره ديال سلسله لقاء مع الموجه. وكذلك اذا شفتوا معايا هنا فدرنا واحد الشرح ديجا خاص ب كيفيه ولوج المدرسه الوطنيه للهندسه اللي تنقولوا ليها لينا، يعني ليكول ناسيونال داركتيكتور. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى فاحنا غادي نتعرفوا على النتائج ديال المباراة ولا الكونكور ديال لينا. شكون اللي تقبل في لا ليست برينسيبال، شكون اللي عنده لا ليست داتونت، وغادي نشوفوا بانه كاين بزاف ديال لي ليست داتونت وغادي نتعرفوا على مجموعه ديال الحوايج. دونك اصدقائي بلا ما نطول عليكم، تنتمنى باش انكم ديروا تكليكيو على اشتراك ولا ابوني وتفعلوا زر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الحلقات. دونك نمشيو مباشره لجوجل ونكتبوا ان هكا بحال هكا او ان ا، بعد ذلك غادي تنبى تقرينا هذه النافذه اللي فيها مجموعه ديال المعطيات. فاحنا ما غاديش ندخلوا لا تاع الرباط لا تاع تطوان لا تاع فاس لا ديال مراكش، فاحنا ولا ديال اكادير، فاحنا غادي ندخلوا لهنا ديريكت. وما غتلقاو ان بحال هكا وغتلقاو كونكور كونكور انا بوان ما، هذا علاش غندخلو. من بعد ما كندخلو فاحنا غادي نشوفو هنا مجموعه ديال المعطيات ومجموعه ديال المعلومات المتعلقه بهذا الكونكور كوما داكسي اوزيكول ناسيونال داركتيكتور دو رابا فاس تطوان مراكش اكادير اي وجده. وغادي نتعرفو كذلك بان هذا العام راه ما بقاش الكونكور، دونك كان انتقاء مباشر، دونك يعتمدوا على واحد المعيار ديال 75% بالنسبه للوطني و 25% بالنسبه للجهوي. يعني النقطه ديال الجهوي ديالك فهي كتشكل واحد النسبه ديال 25%، والنقطه ديال الامتحان الوطني فهي كتشكل واحد النسبه ديال 75%. دونك الا جمعنا 75% زائد 25% فكتعطينا ما مجموعه 100%، يعني دوك لي بورسونتاج كاملين. بالنسبه لسميتو la moyenne générale pour le baccalauréat libre ou étranger, donc la moyenne de sélection du dernier admis à la liste principale, donc حبسوها، يعني بالنسبه للناس اللي تهزوا في لا ليست برينسيبال فلا نوت حبسات في 18.54 على 20. دونك 18.54 هذا هو هذه هي النقطة باش تهزو الناس اللي كاينين في لا ليست برينسيبال، يعني 18.54 الفوق، هادو يعني بالنسبة لنا ليست برينسيبال. بالنسبة للناس اللي عندهم لا ليست داتونت فهزو فيهم من 17، هزو لا نوت ديال الناس اللي جايبين 17.48، هذه فقط غير كإجابات بالنسبة لمجموعة ديال التساؤلات اللي توصلنا بها بخصوص المعدلات ديال الانتقاء بالنسبة لنا. دونك هذا العام كاين كونكور كوما داكسي، واخا الكونكور تلغى باعتبار أن كاينة كورونا، كاينة مجموعة ديال العوائق اللي ما خلاوش الكونكور أنه يكون هذا العام. وغادي نقول لكم كذلك بأنكم إلا دخلتوا لهذا لو سيت فأنتم غادي تلقاو لي ليست برانسيبال هنا، يعني لي ليست ديال الناس ديال دي زادمي باغ ايكول، يعني دوك لي زيكول كاملين ناسيونال دارشيتيكتور سوا ديال فاس، الناس اللي محسوبين على الرباط فما غادي يدخلوا لهنا، الناس اللي محسوبين على فاس فما غادي يدخلوا لهنا، الناس اللي محسوبين على تطوان غادي تحسبوا غادي يدخلوا لهنا. دونك هما كاملين، نتوما شوفوا نتوما فين اشنو اختاريتوا الشوا الاول اللي كان عندكم. وبعد ذلك ملي كتلقاو راسكم في لا ليست برينسيبال فانتوما خصكم ديروا مجموعه ديال الحوايج كذلك باش انكم تكونفيرميو هذيك لانسكريبسيون ديالكم. اولا باش انك تسجل فهم تطلبوا بعدا ليفري ديال دانسكريبسيون اي داسيورونس اللي تفيكسات في 350 درهم، دونك خصك ضروري انك تمشي وتخلص واحد الفري ديال 350 درهم. دون لو ريغلومون باردون دوا انترفونير ا
الانسكريبسيون. من بعد ما كتخلص 350 درهم، ف كدير تاني كتوجد مجموعه الوثائق اللي خصك انك تضيفهم كذلك لهاد 350 درهم. دونك خصك هاد كتليشارجي هاد لافيش دو رونسينيومون، هو هذا، وكتعمر دوك المعلومات ديالك كيما كتشوفوا هنا، راه معلومات خاصه هنا تيب داكسي، وكديروا هنا لو نون ديالكم، يعني هادشي معلومات شخصيه ديما متعلقه بكم، وهنا كذلك الهيستوريك هيستوريك دي زيتود، يعني دات دوبتونسيون ديال الباكالوريا 2020، تيب ديال الباكالوريا واش شيمي ولا سيونس مات ولا شي حاجه اخرى. وكتعمر هادشي الاخرين اللي كدير هنا، اني سكولير مثلا بحال ديال السيزيام، بحال ديال السانكيام والسيزيام، وداكشي كدير هنا ريزولتا اوبتوني، وكتمشي. دونك وكدير هنا دات دانسكريبسيون علينا، يعني داك اللي بيتسجل هنا، طابلو غولاتيف او ستاج، دونك هذا خصكم تسولوا عليه. ما عرفت هاد لو ستاج بالضبط على علاش طالبينو، دونك نتوما غاتمشيو تما باش انكم تسجلوا. دونك بالنسبه للتسجيل راه محدد لكم واحد الوقيته اللي خصكم تسجلوا فيها، وما خصكمش انكم تفوتوها، هي هادي لي زانسكريبسيون خصهم ديال لا ليست ديال الناس اللي تقبلوا في ليست برينسيبال، فخصهم يمشيو نهار 8 و 9 في سبتمبر، يعني في شهر 9 مع من 9 حتى 4 لهذاك الموقع ديال لينا، يعني الموقع ديال المدرسه الوطنيه للهندسه، لاش هما دفعوا لاش هو فين تهزوا، يعني غادي يمشيو ليها، يعني الناس اللي خدامين في لينا غادي يكونوا من 9 حتى ل 4:30. دونك نهار 8 و 9 شهر 9 خصك تمشي باش تحط الوراق ديالك، كل الوراق ديالكم كما قلت لكم هاد لافيش اللي قلت لكم ها هي، بالاضافه كذلك لشهاده البكالوريا الاصليه، غدير فوتوكوبي بالنسبه لبطاقه التعريف الوطني ديالك، هي اللي كنقول لها سي اي ان، كذلك غدير جوج تصاور ديدونتيتي، يعني جوج تصاور شمسيه سير تصور، وبالاضافه كذلك هاد الغيسي دو فيرسومون دي فري دانسكريبسيون، يعني هاد 350 درهم هي باش خلصت داك الروسي، باش خلصت راه هو هذا، فهمتي، هو اللي كديرو حتى هو الى جانب هاد لي بيس اللي قلت لكم هنا. ما مشيتيش نهار 8 و 9 فاوتوماتيكمون غتمشي ليك بلاصتك. دونك هاد الناس اللي كانوا في لا ليست داتونت، يعني لي ليست داتونت راه فيهم تقريبا 5 ديال لي ليست داتونت، ما جاوش هادو غادي يجيو هادو، دونك غادي يتم التعويض ديالهم بعدهم، بعدا لي ليست داتونت الاولى غادي يتم التعويض ديال الناس اللي ما جاوش في لا ليست برينسيبال. الا ما جا ما حطيتيش الدوز ديالك نهار 8 و 9 فبالسلامه عليك، فاوتوماتيكمون غادي يعوضوك بواحد اخر في لا ليست داتونت، ودايرين هنا الكلاسمون، يعني الكلاسمون 1 2 3 4 5 6 7 في هاد لا ليست داتونت. هيا ناخذو حنا غير مثال بسيط باش تفهموا هذاك الكلاسمون شنو تنقصد به. مثلا داك الاول اللي جا الاول مثلا في لا ليست داتونت، الثاني اللي جا في لا ليست داتونت، الثالث اللي جا في لا ليست داتونت، ها هما مثلا عندنا مثلا هنا مجموعه ديال التلامد، ها هما تكلاسو مثلا هنا 1 2 3 4، يعني على حسب هنا الاستحقاق، وعلى حسب كذلك داك الشيء اللي اللي هما كاينين فيه. ها هما تيقول لك على بروميير ليست اورون ليو لو لاندي 14 سبتمبر 2020 10 دونك الا ما تسجلتيش في الا ما تسجلوك الناس ديال لا ليست برينسيبال فغادي يتم التعويض ديالهم مباشره بالناس اللي كاينين في لا ليست داتونت. لا ليست داتونت يمكن تدخلوا اليوم هكا وتشوفوا راسكم واش تقبلتوا ولا لا، ولكن قبل ذلك خصكم تشوفوا بعدا بانهم تشوفوا واش عندكم 17.48 ولا لا، الا ما كايناش هادي راه عرف راسك بانك ما غاديش تهز لينا. بالنسبه لهادو حتى هما ملي بيمشيو فغادي يقدموا نفس المعلومات ونفس المعطيات الخاصين بالتسجيل، فما حتى هما خصهم يخلصوا واحد 350 درهم، بالاضافه كذلك هذاك لافيش اللي ديجا هضرت عليها، شهاده البكالوريا الاصليه، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، جوج تصاور شمسيه، يعني تمشي تصور عند المصور، هذوك اللي كيتسموا صور شمسيه، هذاك وهذاك الروسي باش خلصت، 350 درهم. وهنا كذلك طابلو دو ريبارتيسيون ديزينا بار اريف اي هاد لي ديريكسيون بروفونسيال. دونك هنا هاد الاريف هي الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين، وكذلك هنا ديريكسيون بروفونسيال ديديكاسيون ناسيونال. دونك الا ما عرفتوها دونك راه غادي تلقاو كلشي، دوك المعلومات غتلقاوهم هنا المتعلقين بسميتو هي هادي، هما كاتبين هنا
دونك هما حاطين التقسيم ديالهم ديريكتوم هنا. بالنسبه مثلا اينا دورابا فغادي يمشيو ليها الناس اللي تابعين الاكاديميه الجهويه التربيه والتكوين ديال كازابلانكا ديال جهه كازابلانكا ستات، والناس ديال مثلا الناس ديال مراكش فغادي يمشيو ليها الناس اللي تابعين مثلا الاكاديميه الجهويه ديال مراكش السافي ديال بني من الخنيفره ديال وديريكسيون بروفونسيال ديال ورزازات. بالنسبه ديال اكادير فغادي يتبعوا ليها الناس اللي كاينين في الاكاديميه الجهويه ديال الدخله وادي الذهب وكذلك العيون الساكيه الحمراء وكذلك قلميم وادي الذهب نون سوس ماسا. وبالنسبه للناس اللي كاين في درعا تخلت فهم غادي يمشيو لينا ديال فاس باعتبار ان الاكاديميه اللي شفتو هنا هي ديالنا الاكاديميه الجهويه ديال درعا تخلت كاينه هنا، وهنا كذلك ديريكسيون بروفونسيال ديال خنيفره، وهنا كذلك الاكاديميه الجهويه ديال التربيه والتكوين ديال فاس مكناس. دونك هذا الشيء تقريبا اللي كان. تنتمنى باش اني ما نكونش طولت في لا فيديو اني فتكم، وما تنساوش كذلك كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتوها رجعوا لاشين، ها هي لاشين غتدخلوا على كوميونيتي ولا المنتدى ديال لاشين وسولوني، راه ديجا حطيت واحد البوبليكاسيون على لينا، ها هي ندخلوا ليها وديروا التعليق ديالكم وغادي نجاوبكم ان شاء الله تعالى على اي حاجه بغيتو تعرفوها. دونك راه حطينا البارح لي سوي ديال لا بيزا ديال ليافي، دونك راه حنا دائما وابدا معكم في اي حاجه بغيتو ديروها. تنتمنى لكم التوفيق اصدقائي ونتلاقاو في شرح اخر ان شاء الله تعالى.